عباس نفتتح هذا المعرض في هذا اليوم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك. احنا سعداء جدا اليوم. هذا معرض بصراحة استثنائي، في حوالي 65 شركة مشاركة من جميع أنحاء فلسطين، فلسطينية 48 هون، أهل الضفة، غزة كله. وإحنا بنعول على هذه المعارض لتشجيع الصناعة الوطنية الفلسطينية، لتشجيع الوكالات بشكل مباشر بما يرمي إلى الانفكاك من العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال. افتتحنا هذا المعرض، معرض فلسطين الغذائي، بحضور دولة رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين. هذا المعرض اللي يعتبر الأكبر على مستوى فلسطين في قطاع الأغذية. هذا المعرض يضم 65 شركة فلسطينية، منها 14 شركة تصنع محليا و51 شركة تستورد بضائعها من الخارج. احنا خلال هذا المعرض وأطلقنا فعالياته من أجل تعريف على منتجنا الفلسطيني، تعرف على كل ما تستورده شركاتنا الفلسطينية. احنا بنتأمل من خلال هذا المعرض انه تعقد الصفقات التجارية على مدار 3 أيام، نوصل إلى أعلى من الرقم العام الماضي اللي انعقد فيه خلاله 40 مليون شيكل العام الماضي. احنا بنأمل انه المعرض هذا بزيادة عدد الشركات انه نعقد صفقات تجارية كبيرة، نتعرف على كل ما تقدم شركاتنا الفلسطينية ونعرف المواطن الفلسطيني عليها. هذا المعرض مهم جدا، يقام في هذا العام على أرض المهد في بيت لحم. اليوم نقابة المواد الغذائية مرة أخرى بتقدم لنا لوحة فنية جديدة بمشاركة هذا العدد من الشركات المميزة، طبعا بحضور دولة رئيس الوزراء. بنشكر كل القائمين على هذا المعرض، ونتمنى من كل المواطنين والتجار بضرورة زيارة المعرض والاستفادة من المعروضات اللي موجودة من خلال التجار الموجودين في داخل المعرض. بعتقد انه عندك منتجات يمكن جديدة نازلة على السوق، بقدر التاجر انه يقدر يشوفها ويشوف موضوع التسويق لها، كيفية تسويقها، كيفية البضاعة، هذه المنتج الجديد الموجود نازل على الأسواق، وبتكون في سهولة وصول لأكبر كمية منتجات جديدة يعني في هذا المعرض. صحيح انه هذا المعرض من المعارض المميزه جدا، خصوصا السنه هذه. احنا كشركه الوسام التجاريه الخليل، احنا ثاني مره بنشارك في القصر المؤتمرات. وصحيح انه كان المؤتمر الماضي كان كثير مجدي، وتعرف الزبائن والشركات والتجار على شركه الوسام التجاريه، وحبينا نجدد المشاركه مره ثانيه في المعرض هذا. والصحيح انه المعرض ان شاء الله بيخدمنا كشركه وبيخدم الاقتصاد الوطني، لانه كزبائن والتجار والمستهلكين بتعرفوا على شركات المشاركه من ضمنها شركه الوسام التجاريه.